مشاهدينا الكرام، من بعد الرياضة الصباحية وصلنا لكم لمحورنا الأول لحلقة هذا اليوم، ونوهنا أنا وحسناء بالبداية وحكينا عن موضوع البعض اللي والله اليوم شو بطنك عالية والله قولون اها بالضبط حتى الشباب مو بس البنات فعلا انه يابا مثلا صار اتذكرش لا والله عندي القولون العصبي. فهذا الموضوع اللي عندنا بالعراق يمكن من اكثر البلدان اللي يعانون من موضوع القولون العصبي احنا العراقيين، نسبه يمكن ما يقارب 75 الى 80% اللي يعانون من هذا الموضوع اللي هو القولون العصبي بسبب ضغوطات الحياه اللي نعيشها احنا المختلفه. يعني احنا العراقيين معروف علينا عشنا ضغوطات، عشنا امور وأعصاب. جدا صعبه بالضبط، والتشنجات اللي عايشين بها بصوره عامه بواقعنا العراقي صح. يمكن هذا سبب من الاسباب اللي خلانا نعاني من موضوع ومرض القولون العصبي. فعلا مصطفى، هذا الموضوع مو فقط يقتصر على مرض كونه يصيب الجهاز الهضمي، اكو مشكله وانا متاكده الاغلبيه يعانون منها. يعني شخص يعاني من القولون العصبي نيجي يروح يسوي تحاليل او ممكن فحوصات، هنا ما راح يتبين الجهاز الهضمي به مشكله، هنا راح يصير عند الشخص استياء او ممكن راح يضوج، خلينا نقولها بالعاميه انه ممكن انا شكيت للدكتور من الاعراض هنا صح. بالفحوصات راح يتبين انه هي سليمه، فممكن يحسون الطبيب راح يشكك بيهم، يشكك بالكلام اللي يقولوا لي، يعني انا اليوم يا دكتور اعاني من كذا وكذا بس الفحوصات تبين على العكس تماما، ويحس يمكن الطبيب نفس الوقت ما ماخذ الشكوى مالتهم بجديه كافيه، فهذه معاناه اني اشوفها. فعلا، فكل هذه التفاصيل عن موضوع القولون العصبي، اسبابه وطرق علاجه كليته راح نتحدث عنها ونتعرف عليها اكيد مع الدكتوره رشا الموسوي اللي هي خاصه بالتغذيه صح. وكلها بالتفاصيل، وبدايه نقولها الحمد لله على السلامه من الدنمارك. نورتنا يا هلا ويا هلا. صباح الخير، صباح الورد والعافيه، صباح الخير مصطفى، صباح الخير حسناء، الله يزيدكم نور ان شاء الله يا رب، وتالق وجمال وصحه ان شاء الله يا رب، وشكرا لكم. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمكم. الحمد لله على السلامه اكيد، يعني من الدنمارك الى بغداد. ثانك يو. القولون العصبي لا شو كنت وصلتي؟ وصلت الاحد الماضي حقيقه، هنا انا عندي عمل بالعراق مثل ما تعرفون، عيادتنا مركز مراقب الوزن صح. وعيادتي بالدنمارك، للاسف بسبب كورونا صار انه فتره غايبه عنكم صح. ولكن كان المفروض حقيقة أتواجد كل شهرين كل شهر إلى فالأخبار حلوة الحمد لله، يمكن نوعا ما مو مزعج السفر مثل ما توقعنا أو مثل ما يعني يصور إلى صح. فالسفر حلو لا بالعكس، يعني والحسن حظنا يمكن أنا وياك حسناء مرة ثانية احنا كنا وياها عبر السكايب واليوم على أرض الواقع صحيح. أكيد من داخل الاستوديو فعلا فعلا. زين نعوف السفر، نرجع للقولون العصبي، شنو التعريف الصحيح للقولون العصبي؟ يعني هو حالة مرضية لو نفسية؟ أول شيء شكرا على هذا الموضوع الرائع، والفعل العراقيين يعانون من عنده كل شيء هواية، وقبل ما نطلع لايف أنا وأنتم قعدنا نضحك على موضوع أنه بعض العراقيين لما يكون بطنه عالية يقول لك قولون عصبي بالضبط. فالقولون العصبي هو متلازمة وهو مو مرض وظيفي، هو مرض يصير بالأمعاء أو عفواً مو مرض عضوي، هو مرض وظيفي يصير بالأمعاء، ومثل ما تفضلت وقلتي حسناء ما يبين عندنا بالفحص السريري ولا حتى بالناظر، لكن مهم جدا نروح نسوي فحص سريري، ومهم جدا نسوي تنظير حتى نتأكد انه ما عندنا امراض ثانيه. لما الطبيب هنا يتأكد انه ماكو اي امراض ثانيه 100% راح تبين بسبب الاعراض. اعراض القولون العصبي هي الانتفاخ، الامساك، بالذات بعد تناول وجبه الطعام مباشره يصير انتفاخ، يصير اسهال امساك، ممكن تعب عام بالجسم، وممكن ايضا بالذات عند النساء تصير اذيه اثناء الطمث او بالعلاقه الزوجيه. فبعد ما نعرف انه ماكو اي مشكله بالفحوصات السريريه والمخبريه او بالفحوصات التنظيريه، هنا نتاكد انه عندنا قولون عصبي، بالذات اذا كانت عندنا هاي الاعراض. اعراض مزعجه جدا، وفعلا لازم الطبيب ياخذها بعين الاعتبار. طيب دكتوره، اريد اعرف منك انه اكو مسميات ثانيه او مراحل ثانيه لموضوع القولون العصبي، لو كلها اسم واحد يندرج نحو موضوع مرض القولون العصبي؟ أعراضه مختلفة ومن شخص الشخص تختلف، ممكن أني أتأذى بنوعية غذاء، ممكن أنت تتأذى بنوعية غذاء ثانية، فهو طبعا. هو قولون عصبي لكن من شخص لشخص مختلفة. إحنا يجي الطبيب لازم أخصائي التغذية هو تشخيص. يميز شخص هذا الشخص من شنو يعاني بالضبط. ممكن هنا بعض الناس تكون عندهم حساسية
اللاكتوز او حساسيه اللي تكلمنا عليها الجلوتين. فهنا انا لازم نميز انا شنو عندي. وبعض الاحيان يصير المريض عنده هم حساسيه اللاكتوز هم حساسيه الجلوتين وهم القولون العصبي. يعني مش كلها تسميه يعني واحده لكن مراحله واعراضها تختلف. هي مشاكل الهضم معظمها تكون تقريبا متشابهه الاعراض. صح. زين دكتوره خلينا نجي على النقطه المهمه، شنو الفرق بين القولون العصبي والقولون العادي؟ القولون العادي هو انك انت ما عندك اي مشاكل هضميه، انسان طبيعي، ما عندك اي انتفاخ بعد الاكل، ما عندك اي مشاكل عند التبرز او غازات بعد. يعني ماكو اي اعراض؟ ماكو اي اعراض، ماكو اي اعراض بالنسبه للقولون. لكن ممكن يكون عندنا مشاكل وهنا تبين وين، بالتنظير او بالفحص السريري. هذيك تبين بالفحوصات العامه بالبراز او ايضا بالفحص السريري. يعني تكون واضحه اعراض القولون العصبي اكثر من القولون العادي، مؤذيه اكثر. بلي 100% 100%. القولون العادي المفروض ما يكون عندك اي مشاكل ثانيه، ولكن اذا كانت مشاكل ثانيه تكون خطيره تبين بالفحص السريري او بالتنظير. شنو سبب تسميته قولون عصبي دكتوره؟ حلو. يمكن من التسميه هي واضحه جدا. بالضبط. هنا نجي الى علاج القولون العصبي. ليش اسمه القولون العصبي احسنتي؟ لانه هو سبب الاول، وثانكيو على يعني توضيح هاي الفقره. السبب الاول هو الحاله النفسيه. صح. الضغوط النفسيه اللي ذكرتوها بالبدايه، انه انا اكون عصبي او عندي ضغوط نفسيه، قلق وتوتر، او عندي ارتفاع بهرمون الكورتيزول. لا احنا بالعراق نعيش بشبه اساسي. بالضبط. اعتقد بالعالم اجمع حقيقه، البحوث اثبتت بامريكا بالدول الاوروبيه اليوم معظمنا يعاني من القولون العصبي، اللي هو انه احنا ممكن يكون عندنا الاسترس عالي، القلق والتوتر، فيصير مجرد ناكل اي اكل يصير عندنا سوء تغذيه، يصير عندنا سوء هضم، يصير عندنا الاعراض اللي ذكرناها قبل شويه. طيب. انا اتمنى عذرا دكتوره ما تابعتنا بالبدايه، بدايه الحلقه من جبناها على ياكل بالليل وقت متاخر. خليها سكتي. للاسف ما تابعتكم. هذه حسناء طبعا بالثنتين بثلاثه الفجر تقعد تاكل وعندك قولون عصبي. قلتي اوكي يمكن هسه عرفتي السبب، مو هو هذا السبب، عرفتي؟ بالضبط. دكتوره احنا كنا نعرف انه لاي مرض اكو علاجات دوائيه وعلاجات طبيعيه. طيب للقولون العصبي بشكل عام اكو علاج دوائي وعلاج طبيعي، وشنو انواعها؟ يمكن الحمد لله وشكرا متفقين بعلاج القولون العصبي انه هو الغذاء 100%. لكن بعض الاشخاص يعانون من تقلصات، يعانون من الام، ممكن ندخل لهم مسكنات، ممكن ندخل لهم خلي اقول ادويه طبيه تساعدهم بالتقليل والحد من التقلصات والحد من الالام، لكن هي مو العلاج. العلاج هو بالغذاء. اللي يعاني من القولون العصبي لازم غذاء ولازم راحه نفسيه. هو انا اريد اسالك هذا السؤال ويخصني اكيد. حتقولي شنو الغذاء؟ الناس لا، فمن الناس اليوم يعرفون مسببات القولون العصبي، ممكن الغذاء، ممكن بعض الامور والسلوك الخاطئ اللي ممكن ياثر على القولون العصبي، لكن رغم معرفتهم هذا الشيء ضرهم ما يبتعدون عنه ويشكون من هذا الشيء. نصيحه لهم. لهم نصيحه للي تبعاتها اصلا نفس الوقت. بالضبط. طبعا حتى نميز هماتين اكو شغله هم تكلمت اني والاخوه خلف الكادر. نعم. عن موضوع انه انا عندي سمنه لو عندي قولون عصبي. معظم الاحيان مثل ما ذكرت لكم اللي هي حساسيه اللاكتوز، حساسيه الجلوتين والقولون العصبي والسمنه الشحوم. فهنا انا شوي لازم نميز انا عندي شحوم لو عندي قولون عصبي. صح. معظم الاحيان تكون كلها سويه، بالذات اذا كانت البطن منفوخه واكو هاي الاعراض اللي ذكرناها قبل شويه. شنو لازم نعالج؟ نعالجها كلها ما دام انا عندي قولون عصبي وعندي سمنه وعندي انتفاخ، نعالجها بالغذاء. الغذاء يلعب دور 80% بعلاج مو بس السمنه ايضا القولون العصبي. شنو لازم ناكل؟ لازم ناكل الاكلات اللي ما تاذينا، جدا اختصرها يعني، لانه ممكن اني اليوم عندي قولون عصبي تاذيني البقوليات، حسناء عندها قولون عصبي يؤذيها فقط اللاكتوز اللي هو بالحليب. مصطفى عنده قولون عصبي يؤذي خلي اقول السكريات الغير معقده. دكتور شنو تبعاته اذا انا ابقى استمر على نفس السلوك الخاطئ اللي ممكن يسبب تهيج بالقولون العصبي؟ تبقين طول عمرك عندك قولون عصبي. مع يعني الحمد لله والشكر انه اقدر اقول القولون العصبي مو مرض لا سمح الله يؤدي الى امراض ثانيه، ولكن تبقين دائما انت في تهيج وباذيه وعندك اعراض القولون العصبي. ما يتطور اهم شيء. ما يتطور. لا ما يتطور، لكن انه يبقى حقيقة جدا جدا مزعج، ومثل ما نعرف هسه انا وانتم شقد يكون يؤذي الناس. طبعاً. صح. طيب يعني دكتورة انه يعني مو بالامكان انه نعالج القولون بشكل دائم لو مجرد انه اكو امور لتهدئته، مجرد نبتعد عن الامور اللي تثير هذه الاضطرابات للقولون العصبي. عادة علاج شهرين الى ثلاثة بالغذاء مع تدخيل بعض المسكنات اذا احتاجوا،
كافية جدا. يعني أنا عندي حالات هم سمنة عندهم صعود 25-30 كيلو، هم ننزلهم 25-30 كيلو، وهم منعالجهم القولون العصبي بالغذاء. يعني هم سمنة مفرطة وهم من القولون العصبي. شهرين تكون أصلا بداية أول أسبوع عندي نتائج من أول أسبوع، مجرد ندخل لهم الغذاء الصحيح بأول أسبوع يحسون فرق ويرتاحوا القولون العصبي. يمكن هذه بيها صعوبة أكثر، أنه اللي عنده سمنة مفرطة وقولون أصعب من اللي عنده فقط القولون العصبي؟ لا كمختصر مفيد. لا، لأنه أنت من تجي أنت لازم تلتزم. ممكن اللي عنده سمنة هنا مهيئ نفسه أنه يلتزم ويريد ينزل وزن أكثر من فقط بس القولون العصبي. فيصير خلينا نقول مثل عصفورين بحجر واحد، أنه يصير هم ينزل وزنك وهم أنا نظم لك الغذاء فتقل عندك أعراض القولون العصبي. وعادة بعد أسبوع واحد من الالتزام بالغذاء يبين فرق كل شكل. يعني ممكن أنه أكو علاج للأبد نتخلص من القولون 100% بالمحافظة على الغذاء الصحيح، وتعتمد على الشخص نفسه. بالضبط. يعني انه مثل ما نقول احنا يتبهرز ويا بالضبط يحتاج على الاكل. اي بس مو بهالحدية هاي، مو انه هو كانما مريض وما يقدر ياكل اي شيء. يتجنب الامور. بالضبط، يتجنب الامور اللي تسبب له تهيج بالقولون العصبي. صحيح. تمام. زين دكتورة، تكلمنا عن المسببات الغذائية للقولون العصبي، هسه حابين نعرف من حضرتك شنو الطعام المباح للاشخاص اللي يعانون من القولون العصبي؟ بالضبط. طبعا اهم اكو فقرة، اللي يعانون فقط من القولون العصبي وما عندهم سمنة مثلك حسناء حيصير انه يلتزمون اصعب من اللي عندهم سمنه. ليش؟ لانه انا مو كلش سمين، ممكن بس اكل اكله تحيجني فيلا ما يخالف اليوم، يلا ما يخالف بكره. بالضبط. فمن تصير لا عندي سمنه يحس لا اهم اريد التزم اتخلص من السمنه حتى ثيابي تقعد علي زين ان كان رجال او نساء، وهم حتى اتخلص من القولون العصبي. شنو كانت الاكلات اللي بالضبط اي المباحه للاشخاص المصابين بالقولون؟ سؤال حلو جدا، وذكرت انا او نوهت عنه بالبدايه، تختلف من شخص الى شخص. زي. الاكلات اللي ممكن انا تاذيني ممكن ما تاذيك حسناء، وممكن ما تاذي مصطفى. يعني لكن شلون اعرف من شخص الى شخص؟ ممكن أنا البقوليات. البقوليات بالعموم الاشياء الخضار اللي بها الياف عاليه مثل اللهانه البروكلي هاي تكون مسببه وتسبب نفخه. الفلافل طبعا العراقيه اللي تجنن، الفاصوليه هاي ممكن نبتعد عنها. فالمريض لازم شنو يسوي؟ لازم هو يشوف ورا كل أكلة اللي هيجته وأذته يبتعد عنها. هاي كمختصر مفيد. ولكن أيضا أرجع وأكرر على موضوع حساسية اللاكتوز، وأيضا السكريات الغير معقدة مصطفى قبل شوي نوهت عليها، اللي هي موجودة بالتمن وبالصمون العراقي والخبز العراقي والسكر. فلذلك ممكن بعض الأحيان هم أتذكر مرة من المرات وياكم نوهنا على استخدام ستيفيا. السكر إيش بقى عذراً إذا تمن العراق؟ إيه وهذا السكر قلت لك أنا أستخدمه، أتذكر ذيك الحلقة يعني. بالضبط. اللي بقى لازم نعرف شنو اللي أنا مهيجني. يعني أنا السكريات تهيجني، الصمون اللي هيجني، التمن اللي هيجني، لون الخضروات والبقوليات. وطبعا اكيد اكو ناس يعني عندها سوء حظ كلش كبير فتكون معظم الاكلات تهيجه، وهنا لازم شوي حميه تكون قاسيه بالبدايه. لكن اللي اقدر اقوله بعد اسبوع او اسبوعين من تجربتي ويا العراقيين بالقولون العصبي انه تختفي عندهم الاعراض تماما. بين فرق يبين فرق كل يوم. وين ناس يربطون موضوع القولون العصبي بحساسيه اللاكتوز مثل ما قلنا؟ بالضبط. او السوربيتول. بالضبط. اي فاحنا اكو ناس ما تفهم هاي المصطلحات. صحيح. اتمنى منك انه توضحي لهم هذه المصطلحات. حساسية اللاكتوز يعني وحساسية الجلوتين. تعرفون وين متواجد اللاكتوز والسوربيتول؟ اللاكتوز موجود بالحليب ومشتقات الحليب، وبعض الناس ما تتحمل اللاكتوز بعد عمر خلي أقول الثلاثينيات. وليش قلت أنا الثلاثينيات؟ لأنه يبدي يصير الإنسان ناضج ومر بمشاكل حياة كلش كبيرة، وبدأ بحياة بدأ بداية مشاكل حياة ثانية نوعية أخرى انتقالية أخرى. نفس الشيء القولون العصبي عادة يبدي عندي الشباب 25 فما فوق، يعني 35-30. الخبر الحلو إنه من ندخل بالخمسينات يختفي القولون العصبي. هي من الخمسين الصاير فيها الأعراض. هاي أحد الأخبار الحلوة، لأنه نصير عندنا تفهم أكثر للحياة، نصير ما نغتاظ ونتأذى ونتهيج على الأمور. ما أريد أقول التافهة، ولكن الأمور اللي مرينا بها سابقا. حساسية اللاكتوز موجودة بالمشتقات الحليب. الحليب. بالألبان وصورة عامة. حساسية الجلوتين تكلمنا أيضا مرة وياكم، كانت أيضا فقرة جدا رائعة، وهي متواجدة بالخبز، يعني بالسكريات والخبز الأحادية اللي هي الغير معقدة، التمن، الخبز الصمون. اللي يعني كلهم بعيد عليه.
ممتاز جدا، برافو عليك. حتى ايضا ما يصير عندك كرش مصطفى وتبقى محافظ على رشاقتك وعلى هالاطلاله الحلوه على الشاشه اكيد. الله يخليك. زين دكتوره، احنا تحدثنا عن كل التفاصيل تخص القولون العصبي، مسببات الاكلات المباحه الممنوعه، كل هاي تفاصيل، بس ما عرفنا القولون العصبي هو وراثي او وليد نفسه ممكن يجي بسبب كل هاي التفاصيل اللي احنا سلوك بحياتنا اللي ذكرته قبل شويه، السلوك الخاطئ اللي هي سبب تهيجه، وراثي ام وليد نفسه؟ ابدا مو وراثي، وممكن عائله بيها اشخاص عندهم قولون عصبي، اخوه ما عندهم قولون عصبي، هاي من اشياء جيده ايضا انه هو مو وراثي. طبعا هو يجي وليد الضغوط النفسيه بالدرجه الاولى، يعني انا من يجيني مريض قولون عصبي اخبره انه لازم يحاول يكون ريلاكس اكثر، لازم ما يتهيج ويتاذى على الامور اللي تافهه جدا. يعني مثلا واحد هنا يسوق ببغداد، اكو ترافيك، اكو ازدحامات، اكو ما اعرف شنو، حاول تقلل من انت على كل شيء معصب، على كل شيء مأذي نفسك. احنا 24 ساعه شادين اعصابنا. الام مثلا حاولي مو على كل شيء تعصبين على الاطفال، لانه انت هنا تاذين نفسك. يعني انت من تهيج القولون العصبي عندك راح تبقى مده كلش كبيره عندك، ممكن ما تتخلصين منها اذا ما عرفتي العله او ابتعدتي عن الغذاء اللي انت لازم تبتعدين عنه. فهو مو وراثي، هو بسبب الضغوطات حقيقه، وبسبب انه واحد ما يكون ريلاكس ومتفاهم مع الحياه. لذلك قلت بالخمسينات نبدي هنا شوي يصير عندنا تفاهم مع الحياه اكثر، فيبدي يعني كلها مبالات اكثر. طيب من هذا الموضوع بالخمسينات، طيب باي مرحله عمريه يبدا عند الانسان القولون؟ عاده من 25 فما فوق، من يبدا الانسان يتفهم الحياه يصير ناضج شويه، يبدي التنشن بالضبط، فيبدي تبدا عنده هاي الامور. يعني بالفئه العمريه انه من 25 سنه فما فوق لل 50 سنه يبدي انه يتعالج تدريجيا، فوق الاربعينيات يجي شويه يقل، انتظري للخمسين سنه الله كريم منا الخمسين. لا زين دكتوره، في حال اذا كان المسبب للقولون العصبي ذكرتي اكثر شيء هو النفسيه، الاعصاب، التوتر، هنا كونك كمختصه تنصحين ممكن واحد يتبع الدواء، العلاج، او ممكن اكو تفاصيل او تصرفات توجه من طبيب نفسي ينفعنا بهذا الموضوع؟ شوي ثقافة الطبيب النفسي معدومة هنا بالعراق مع الأسف، لكن هو حقيقة المفروض الطبيب المختص، يعني من أني أروح أسوي معاينة سريرية أو ناظور، المفروض هنا من يعرف الطبيب أنه هو ما عنده الحمد لله وشكر أي أمراض ثانية، عنده فقط قولون عصبي، هنا ممكن أحول إلى طبيب نفسي. لكن الغذاء يلعب دور كلش كبير مع النفسية، فأقدر أقول يمكن هنا أخصائي التغذية معادلة تكون ممكن. يعني حقيقة أنا اللي أتعامل ويا المراجعين عندنا هي أنه أركز جدا على النفسية، على المتابعة، على أنه أنطيهم موتيفيشن. أعتقد هو يمكن خبير التغذية عذرا هو نفسه اللي يكون الطبيب النفسي، 80% نشتغل على الحالة النفسية، 100% حتى فقط مو مع القولون العصبي، ولكن أيضا مع خلي أقول السمنة، لأنه بعض الأحيان أنت تحتاج فقط كلمة تقول لك أنه أنت تسوي هذا الشيء صحيح، أو كلمة تبعدك عن الشيء الخطأ. صح. فهنا الحالة النفسية تلعب دور طبعاً جدا كبير بالقولون العصبي. فالمختص إن كان طبيب التنظير أو طبيب السريري هنا ممكن ينطي كلمة تدعمه، لأنه ما أقول له روح الطبيب نفسي أنا مو عندي خلل عقلي أو أو أو، وهذه الثقافة ما موجودة عندنا. هي صارت عندنا يعني مع الأسف الطبيب النفسي يأخذون هو بالشخص فاقد الأهلية أو يتهم بالمجنون. بس هنا أنا ممكن هي العلاج النفسي مع الغذاء مهم جدا. حلو، أكو حالات يمكن صعبة واجهتيها بموضوع القولون العصبي بعلاجهم؟ حقيقة لا جد اتكلم بكل مصداقيه، عاده مريض القولون العصبي انا شايله هم على حسنة، لانه حسنة ما عندها سمنه، هنا انا ارجع اللي عنده موضوع لانه ماخذ راحتها شوي اكثر، وبس بالليل تنتفخ وبس تاكل وتنزل وزن وهي ما محتاجه انه تاكل ثريد بالليل وما اعرف شنو، ماخذ راحتها بالموضوع. يعني شنو الاكلات تاكليها بالليل؟ كل شيء والله، والله العظيم ماكو شيء معين، تمن اوكي عاشت ديت اي شيء، سكريات الغير معقد، حلويات اوكي. التمن التمن سووه مبزول؟ لا لا والله صفو وكلو مزيد هنا أنا شوية يفيد أكيد لما نبزن نقلل على شرط هذا دكتور، على شرط هذا البيلمعة من الزيت اللي أوه ماي جاد هاي إحنا على قولتها لنا اللي فرقعون دهن هيك على وجهه إن أنا أنتي حصل نفسك بالمعوضات، لأنه المفروض اليوم هسه الناس تختبطش على على هالأكل على الأكل أنتي صح. لكن أنا قلتها بالبداية يعني على قول يعني إحنا أهلنا متعارف عليها عودك بهالشكل صحيح نعمة هذا، بس تأذين نفسك صحيح، لكن مع الوقت
ممكن لا سمح الله تظهر عندك سمنه اذا ما انتبهتي، وممكن مشكله القولون العصبي تتفقم اكثر فتصيرين انت متاذيه اكثر. فهنا انا ابدي شويه خلي اقول على مودك انت حتى تبقين، لانه ايضا قضيه القولون العصبي تؤدي من ناحيه الرشاقه، انه واحد ممكن ثيابه ما تدقم عليه او صح. يحس نفسه هو جسمه متناسق بس عنده فقط نفخه، فهنا انا شوي مؤذيه حتى بالشكل يعني. يلا ان شاء الله مستقبل. اذا قعدتي بالليل وكنتي جوعانه شرب جلاس مي. لا المي، لا المي عريق وقبل لا انام هذا الشيء موجود يعني كثرة. لا لا اشرب يقول يعني اذا جعتي شرب. ممتاز برافو عليك برافو عليك. وطبعا هنا نبهتي شغله انه فعلا احد علاجات القولون العصبي هي ندخل المي بكثره حتى ايضا تشبع وايضا تقلل يعني تحسن عمليه الهضم عندنا. فادخال المي برافو عليك، هنا تسوين امور يعني جيده انك تشربين المي يعني اكثر وجبه برافو يعني ماكو شيء منطق. طيب دكتوره يعني عذرا انا اريد منك يعني نصيحه بالضبط تقدميها لكل اللي يشاهدونا اليوم عن موضوع القولون العصبي او عن موضوع التغذيه العلاجيه بصوره عامه. اكيد 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 الراحه النفسيه، ارجع واقول الضغوط النفسيه نحاول نقللها، نحاول نتفاهم ويا الضغوط. يعني انا ضغطي النفسي دا يصير بسبب لما اسوق واكو ازدحامات ببغداد، ابدي اتفاهم واتصالح ويا هذا الامر، اطلع قبل موعد بنص ساعه او قبل الموعد بساعه، فهنا انا قللت الضغط النفسي. بينما اذا انا اطلع على اخر دقيقه من الدوام اكيد راح يصير عندي تهيج بالقولون العصبي بسبب انه اكو هوايه ازدحامات واني ما اقدر الحق. أني أطفالي دا يأذوني لأنه ما دا يدرسون زين، أحاول أفهمهم المادة وأدرسهم الأمور أتعامل مع الأمور ببساطة ببساطة أكثر. ما أريد أقول بعدم مبالاة لا. لأنه بعض الناس يقول لك لا لا تبالي، لا المبالاة مهمة، لازم نبالي بالأمور اللي لازم نبالي بيها، لكن شوي نقلل من الاسترس وضغوط النفسية. إحنا يعني إحنا استرس عندنا كلش عالي صحيح. يعني يمكن أبسط الأمور إذا مبالاة نتحرك من مكان المكان. لا هاي شلجت ولا عصاب شاحنتي وين؟ عافية أو على شاحنة أو على أي شيء معين. أقدر أقول يمكن هسه بسبب كورونا المفروض نكون عندنا ثقافة إنه نكون نحمد الله هواي ونشكر الله هواي على النعم اللي عندنا. أكيد يعني والله فعلا يعني أنا قلتها قبل فترة، قلت يمكن هي بيها إيجابيات وسلبيات. الإيجابية اللي عندها انه حسستنا بنعم الله اللي بنطينا اياه واللي ما حاسين بيه ولا مقدرينه. فهي هنا موضوع القولون العصبي والحاله النفسيه، ممكن انا اذا انظر الى النعم، انظر انه انا عندي سياره مقارنه ما عندي سياره وانا دا اسوق بالازدحامات افضل، انظر انه انا عندي اطفال صح. وانا دا اصير ستريس مقارنه مع انه انا وهكذا عندي بيت عندي ماوى عندي أنظر اكل. انظر للجانب الايجابي 100%. يعني انت سلام تنظرين للجانب الايجابي انه انت مو سمينه. لا ايوه فعلا فعلا، لكن لازم واحد ينتبه هنا. انا ارجع اسوي معادله اي وانه هي ضروري شطوره حسنه دا تشرب مي تسوين شويه رياضه تنتبهين للاكلات اللي تاذيش تبتعدين عنها، هاي مهمه جدا. نجي للجانب الغذائي، ارجع واكرر هنا علاج القولون العصبي بالغذاء يجي بعد الحاله النفسيه، يعني طبعاً. شويه اقل ستريس اقل حاله نفسيه. نجي هنا بالغذاء نبتعد عن الاكلات اللي تاذينا، اذا كانت عندنا حساسيه اللاكتوز نبتعد عن الحليب، اذا كانت عندنا حساسيه الجلوتين نبتعد عن النشويات. اي شيء يسبب تهيج انا ابتعد عنه بالضبط. دكتوره رشا الموسوي خبيره التغذيه العلاجيه نورتينا وكل الهلال والله العظيم يعني والمر... فعلا معلومات كلش مفيده يعني للمره المليون نقول لك الحمد لله على سلامتك. ثانك يو شكرا لكم وشكرا على هذا الموضوع المهم. أكيد هذه مو آخر مرة إن شاء أكيد الله أكيد. نورتينا وكل الهلا. إذن مشاهدينا الكرام باقين مستمرون ياكم بفقراتنا الصباحية، لكن بعد هذا الفاصل خليكم ويانا.